حان وقت النظافة. عنكبوت، سأمسك بك، لا تخافي لن أقتلك، فقط إكراما لجدتك عنكبوت الغار. تستطيعين أن تبني بيتك في أي مكان آخر، هيا اذهبي. ماذا تريدين مني؟ ما معنى هذا؟ تريدين أن تعرفي قصة جدتك عنكبوت الغار؟ حسنا سأحكي لك. كانت جدتك بطلة قصتنا تعيش في غار ثور على أطراف مكة المكرمة، وكان المكان موحشا لا تسكنه إلا أشرس الزواحف. ما هذا؟ لا تخافي عزيزتي، أنت ضيفتي الليلة. أشكرك، يبدو أنني ضللت الطريق. ما رأيك في أن نتحدث قليلا قبل تناول العشاء؟ بكل سرور، ولكن ما هو العشاء؟ أنت بالطبع يا عزيزتي، فأنت طعامي المفضل. لا 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 لا، أرجوك أرجوك ارحميني. هل سمعت من قبل عن عنكبوت ترحم ضحاياها؟ قل لي يا عنكب، لماذا اخترتني أنا بالذات لتتزوجني؟ في الحقيقة لم أجد أنثى عنكبوت غيرك في هذا المكان الموحش. هيا أعدي لنا الإفطار. كنت في الماضي أنت الذي تحضر لي الطعام. هذه عادات وتقاليد الزواج، كل عنكب ذكر يصطاد الحشرات ويطعم بها الأنثى حتى تقبل الزواج به. نعم معك حق. هيا أين الإفطار؟ حالا. ألا تعرف أيضا أن من عادات وتقاليد العناكب أن تأكل الأنثى ذكرها بعد الزواج؟ هل تمزحين؟ لا أرجوك أرجوك لا تأكليني. هذا ما فعلته أمي بأبي وأمك بأبيك. سامحني يا زوجي العزيز، هذه طبيعتنا. إن محمد بن عبد الله يريد أن يغير طبيعتنا ويمحو العادات والتقاليد التي عشنا عليها. نعم، تعودنا أن نعبد الأصنام وأن نئد البنات ونشتري العبيد والجواري، وهو يدعو لتحريم كل هذا. إذا تركناه ستنتشر دعوته ولن نقدر على إيقافه أبدا. فلنقتله. هذا كلام خطير. هل نسيت أن أجداده هم سادة قريش؟ عندي رأي. تكلم. فلنأخذ من كل قبيلة فارسا قويا شجاعا ويضربونه ضربة رجل واحد فيضيع دمه بين القبائل. وجدت عنكبوت الغار نفسها فجأة أمام ملك كريم يحدثها بلغة تفهمها، ويقول لها بعد قليل سيهبط إلى الغار اثنان من رجال الله وستقومين بمهمة خطيرة. أمرك يا سيدي، ولكن من هما؟ قال لها الصوت الكريم: الأول هو نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، والثاني هو صاحبه في الدنيا والآخرة أبو بكر الصديق. هل المطلوب مني أن أترك المكان حتى لا يؤذيهما منظري؟ قال لها: بل ستبقين وستبنين بيتك على باب الغار،
كم يلزمك من وقت؟ 4 ساعات من الغزل المتواصل الذي تتخلله فترتان من الراحة. قال لها عملي بلا راحة. أريد أن يبدو بيتك وكأنه بني منذ أعوام طويلة، أتفهمين؟ لم نجد محمدا في بيته. نعم، ينام في سريره ابن عمه الغلام علي بن أبي طالب. ها؟ والعمل؟ لن يذهب بعيدا. لا يوجد مكان يحتمي فيه داخل الصحراء. ربما ذهب إلى غار ثور. سنفتش الغار في طريقنا، لن يفلت منا. لا زال النبي يصلي وصاحبه خلفه. لقد أديت جانبا كبيرا من العمل. سأرتاح قليلا ثم أواصل بناء البيت. أنت أيتها العنكبوت، استيقظي. سأصحو بعد قليل يا عصا موسى. انهضي يا كسلانة، كيف تنامين في وقت العمل؟ سآخذ قسطاً من الراحة. ألا تقدرين خطورة الموقف؟ خاتم الأنبياء والمرسلين يطارده الكفار، وقد يصلون في أي لحظة. حسناً حسناً، سأنهض بعد قليل. بل ستنهضين حالاً عندما تذوقين ضرباتي الموجعة. خذي. يا أرجلي الثمانية. تستحقين أكثر من ذلك. ماذا؟ لقد نلت أعظم شرف بخدمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولكنك تتركين الفرصة وتنامين. كيف تجرؤين على أن تتحدثي أمامي أيتها النملة؟ تحدثت أمام نبي الله سليمان ولم ينهرني، فمن تكونين أنت؟ لولا هروبك لافترستك أيتها النملة. ما هذا؟ ذئب مفترس؟ لست كذلك. ذئب أنا، ولكني بريء. اتهمت ظلما بأكل نبي الله يوسف. أصدقك يا سيدي. المهم أن يصدقني الناس. ستروى قصتي في كتاب الله وتظهر الحقيقة، ولكن إذا لم ينجو النبي الخاتم سأضيع وتضيعين معي. سأختبئ خلف هذه الجبال. ما هذا الذي يخرج من الجبل؟ ألا تعرفينني؟ أنا ناقة صالح. كنت أسقي الناس جميعا من لبني في أرض ثمود، ورغم هذا ذبحت. كذبحي يشبه ذبح البراءة على الأرض. هيا لا تتكاسلي وتجعليني أحس بآلام الذبح مرة أخرى. كلما سرت خطوة قابلت حيوانا خدم نبيا من أنبياء الله، يعاتبوني على تقصيري. ها؟ لماذا غابت الشمس فجأة؟ ما هذا الكائن العملاق؟ فيل أبرهة يتحدث إليك أيتها العنكبوت. سعدت برؤيتك يا سيدي. لست سيدا لأحد، ولست عبدا لغير الله. لقد رفضت أن أشارك في جريمة هدم الكعبة، وأمامك أنت فرصة أن تشاركي في نجاة نبي الله. معك حق، ولكني في حيرة. سأريحك من الحيرة نفخة من خرطومي، وترتاحين من الدنيا كلها. أنقذوني أنقذوني، إنني أغرق. ما الذي أتى بك إلى مملكة سيد البحار؟ سقطت رغما عني، إنني أغرق. تستحقين الغرق،
أنت لا تقومين بواجبك في خدمة خاتم الأنبياء. لم أكن أعرف. هذا ليس عذرا، التقمت يونس دون أن أعرف أنه نبي، وصمت حتى الموت لكي ينجو النور الذي في داخلي. ابتعدي. ها؟ دعوها، ستعترف وحدها بكل شيء. أعترف، أعترف بأنني مخطئة. الخطأ عندنا عقابه الذبح. ذات مرة تفقد سيدي سليمان الطيرة ولم يجدني، فقرر ذبحي، ولم ينقذني إلا أنني جئته بنبأ يقين. هل ستكملين البناء؟ على الفور، على الفور يا حضرة الهدهد. من فضلك، من فضلك يا سيدي الكلب. أتسخرين مني؟ لم يكن الكلب سيدا لأحد في يوم من الأيام. إن شرفنا أن نكون خدما وحراسا. أين أجد غار ثور؟ لقد ضللت الطريق. لا أستطيع أن أدلك، أنا الآن في نوبة حراسة. من يترك أرضه وعمله المكلف به يضيع ويتوه ويصبح بلا فائدة. لماذا تبكين أيتها العنكبوت؟ ضللت الطريق، أريد أن أعود إلى غار ثور في مكة. صعدي إلى ظهري. هل تعرف مكانه؟ أعرف كل مكان في مكة، أنا طير خليل الله إبراهيم. إذا أحببت مكانا لن تضلي عنه أبدا. بالحق تستطيعين فعل أي شيء. يا إلهي، كل هذا كان حلما؟ البيت، يجب أن أسرع. ها؟ من أين أتت هاتين الحمامتان؟ إنها أصوات خيول الكفار. سأعمل، سأعمل بأقصى طاقتي. هيا هيا لنفتش الغار. نفتش ماذا؟ انظر إلى بيت العنكبوت، لا يمكن أن يبنى هذا البيت إلا في شهور وسنين. نعم، وانظر إلى الحمام الراقد فوق بيضه، كيف دخل إلى الغار دون أن يفزع الحمام؟ هيا بنا نبحث في مكان آخر. أنصحكم ألا تبتعدوا كثيرا عن هنا. لماذا يطير الحمام بعيدا؟ ولماذا عاد الملك الكريم إلى هنا؟ قال لها الملك الكريم: لقد انتهى دورك، سيخرج رسول الله من الغار. لا يا سيدي، أرجوك، لقد أحببت حياتي منذ جاء إلى هنا، أهون علي أن تخرج روحي من جسدي على أن يخرج سيدي من الغار. أعرف أنني مجرد عنكبوت، ولكن قال لها الملك الكريم: قضي الأمر أيتها العنكبوت، هناك أمور أعظم من أن ندركها. يجب أن يخرج النور من الغار ليملأ الدنيا بأسرها. كان هنا سيدي يصلي، وهنا كان يطمئن صاحبه قائلا: لا تخف، إن الله معنا. ما أسعد حظي برؤية وجهه الكريم. إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم.
نجح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكيدة الكفار، وهاجر إلى ربه داعيا برسالة الحق والخير والسلام، وأمرنا أن نحسن إلى الحيوان ونترفق به. عندما كان في طريقه لفتح مكة كان يختار السير في دروب غير معروفة حتى يدخل أم القرى دون قتال، وصادفه في إحدى الطرقات كلبة تلد، فأمر الجيش كله أن يغير مساره حتى لا تفزع الكلبة أثناء الولادة. وقال عليه الصلاة والسلام: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نترفق بمن هو أضعف منا، وكيف نسعد في هذه الحياة. تريدين أن تعرفي قصة جدتك عنكبوت الغار؟ حسنا، سأحكي لك. لا تخافي عزيزتي، أنت ضيفتي الليلة. ما رأيك في أن نتحدث قليلا قبل تناول العشاء؟ هل سمعت من قبل عن عنكبوت ترحم ضحاياها؟ ألا تعرف أيضا أن من عادات وتقاليد العناكب أن تأكل الأنثى ذكرها بعد الزواج؟ لقد نلت أعظم شرف بخدمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولكنك تتركين الفرصة وتنامين. كيف تجرؤين على أن تتحدثي أمامي أيتها النملة؟ تحدثت أمام نبي الله سليمان ولم ينهرني، فمن تكونين أنت؟ ألا تعرفينني؟ أنا ناقة صالح، كنت أسقي الناس جميعا من لبني في أرض ثمود، ورغم هذا ذبحت. فيل أبرهة يتحدث إليك أيتها العنكبوت: لست سيدا لأحد ولست عبدا لغير الله، لقد رفضت أن أشارك في جريمة هدم الكعبة، وأمامك أنت فرصة أن تشاركي في نجاة نبي الله. تستحقين الغرق، أنت لا تقومين بواجبك في خدمة خاتم الأنبياء. التقمت يونس دون أن أعرف أنه نبي، وصمت حتى الموت لكي ينجو النور الذي في داخلي.